هذا المشهد قد تراه في كثير من حارات دمشق القديمة في شهر الخير. شباب متطوع ومن أعمار مختلفة يستعدون ليقدموا الخير لأهل بلدهم. هذه الأيادي السورية الخيرة زاد نبضها هذا العام بانضمام فريق نبض سوريا لهذه الفرق التطوعية كفريق عامل على الأرض، ومن خلية العمل الأولى مطبخ التحضيرات تجولنا لنرصد إيقاع العمل. مرحبا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا هلا. يعني هلا شايفينك عم تحضر يمكن الوجبة الأخيرة قبل الفطور؟ هي آخر وجبة هلا عم حضرها. تقريبا كم وجبة عم تحضروا باليوم؟ تقريبا 35 ل 40 طنجرة عم تحضر باليوم. كيف عم بيكون الأجواء هون والناس والتوزيع؟ شايفة أمور بخير يعني الحمد لله. هلا عم نطلع آخر طنجرة، طلعنا كل شيء وجبات للجيش وعلى الخطوط الأولى كمان. أمور بخير الحمد لله. الحمد لله في إقبال حلو والله ومحبة حلوة إن شاء الله بإذن الله. بعد الانتهاء من تحضير الطعام وتوزيعه في المطبخ الرئيسي، يتوجه الشباب إلى سفر الخير أمام الجامع الأموي ليقدموا المزيد لمن وجد في الشارع لحظة الإفطار. نحن الفريق عبارة عن 150 شاب متطوع صبية، تقريبا صرنا مواصلين اليوم 15 بس مواصلين لتقريبا 13 ألف وجبة. نبلش 9 الصبح لبعد الفطور، يعني تقريبا يوميا عنا 13 ساعة شغل. الطاولات تقريبا كل يوم 300 وجبة عليها، 250 بتكون موجودة على الطاولة وال50 بتتوزع للعالم الموجودة حول بالمنطقة اللي هي محطوطة فيها الطاولة. جو الطاولة الوحدة كأنه كلياتنا بيت واحد، إنه سفرة واحدة كل العالم قاعدة عم تاكل عليها. فاللي ما بيقدر يعمل شيء على الجبهة ويحارب، نحن هذا الموضوع منحارب فيه كمان. نحن الإرهاب والأزمة، لأنه نحن حربنا الإرهاب حرب ثقافية وحرب إعلامية وحرب اجتماعية. أنا بوثق بعدستي من أول ما نبلش الصبح بتحضير الطبخات لحتى نبلش تغليف لحتى نبلش سكب وتوزيع للسفر. وطبعاً تعرفي بصير لحظات خلال النهار كلها بتتوثق بالكاميرتي لحتى تضل بعد رمضان أكيد ذكرى. لما توصل لهيك لحظة وتشوفي الأولاد والعالم والضحكة لما العالم تعطيها صحن تدعي لك من قلبها، أكيد هذا كله بتنسي اللي صار معك خلال النهار، وتضل لحظات حلوة دائما محفورة بالذاكرة. وأنت بتعرفي حالك أنك بعد 6 سنين أزمة عم تقدري تعملي شيء وعم تقدري أرجي إنه الشباب السوري لساته موجود ولسه بيقدر يساوي ولسه بيقدر يعمر للمستقبل. إحنا بالنسبة لنا في عنا صفحاتنا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، بيقدروا يتواصلوا معنا وينضموا لنا أمتى ما حبوا، وأهلا وسهلا بالكل. وطبعا أي حدا بيقدر يعمل أي شيء طالما هو لساته واقف وعم يمشي وعم يتنفس، وكلياتنا بفريق نبض سوريا إيد واحدة ونبضة واحدة. شعور كتير حلو انه عم نكبر فريقنا اكتر، عم يوصل لصدى اكتر، عم نكون نتوزع بالشام القديمة كلها، وان شاء الله من السنين الجاي منكون بالعاصمة او بالمحافظات كلها. نحنا نبلش من نجي الساعة 12، نبلش نفتح اناني اللبن وهيك نحطهم بسطول ونعيرهم بالمي والملح ونبلش نعبيهم بالاناني، وبعد ما نختم الاناني نرجع منعدهم نرجع منوزع للحواجز للناس للمحتاجين، بعدين نرجع منكمل. كل يوم بهالوقت الساعة 7 على الفطور نجي لهون مشان نتشارك الاكل مع الناس ونحس فيهم، يعني مشان تكون لقمتنا واحدة، وهذا هو الهدف يعني من القصة انه نتشارك كل شيء سوا من فريق نبض سوريا. أكثر من 11 ساعة يومياً من العمل المتواصل يقضيها شباب نبض في العمل ليحمل اسم بلدهم سوريا عنوان هذا العمل الخير.
في شهر الخير يبقى للمشاركة طعم آخر، فكما نبض السوريين في عروقهم لم يتوقف عن الحياة. ها هي صورة أخرى من صور الحياة يجسدها الشباب السوري بنبض سوريا. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.